أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. القصيدة هي الحياة، متجاوزة الشكل والأبعاد التي يمكن لشاعر ما أن يرسمها، منفتحة على واقع أكبر ومدايات شاسعة. القصيدة أحيانا تتجاوز الشكل إلى المضمون، وربما أحيانا تتجاوز مضمونا ما إلى مضمون أعم وأوسع وأكثر شمولية. كيف للقصيدة أن تنقذ روحا، أن تؤسس حياة، أن تشد الشمس إلى وسط السماء حتى يعود النهار؟ كيف يمكن للشاعر أن يلعب هذا الدور من أجل حفر اسمه عميقا في جدار الإنسانية التي لا يمكن لها أن تموت؟ مشاهدينا في هذه الحلقة من بيت القصيد معنا عبر سكايب من فلسطين، تحديدا من الضفة الغربية، الشاعرة الأستاذة سماح خليفة. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، مرحبا. أهلا أهلا بك أستاذ مصطفى، حياك الله وبياك، وأهلا ببيت القصيد وبقناة الرافدين، وشكرا على هذه الاستضافة. أستاذة سماح، قبل أن نتحدث عن الشعر ونقاش في طبيعة القصائد ودور الشاعر وما ينبغي على المثقف القيام به من أجل وطنه، من أجل عروبته، من أجل إنسانيته مجتمعة، قبل كل هذا نود التعرف من كثب على الشاعرة الفلسطينية الأستاذة سماح خليفة بلسانها وبحدود الدقيقتين. حدثينا عنك بحدود ما تحبين أن نعرف، تفضلي. قبيل اللقاء بلحظات كتبت لي 4 أبيات قبل أن أعرف بسماح خليفة، فقلت: أنا الحقيقة لا شك ليجرحني، من بيت كنعان من نسل السلاطين. أنا الأبية كل الأرض تعرفني، من نفحة النار حتى شهقة الطين. أنا الأصيلة قمح الأرض عانقني، حتى استوينا رغيفا بالمساكين. أنا القصيدة والتاريخ يكتبني، للمجد قافية الدم فلسطين. يا سلام، دامت هذه العروبة يعني حاضرة بمشهد فلسطين التي لا تنفصل عن روح شاعرتها وشاعرها. تفضلي أستاذة سماح بتعريف موجز. طبعا قلت أنا الحقيقة بداية لأن كل فلسطيني وفلسطين نفسها هي حقيقة بحد ذاتها، مهما حاول أن يشكك الآخرون في حقيقتنا، وسنظل قائمين وصامدين بأننا حقيقة وفلسطينيين، ولنا الأرض ولنا الوطن. سماح خليفة من مواليد طباس، سكان عجة جنين، معلمة لغة عربية وحاصلة على ماجستير في النقد الأدب العربي، دبلوم في التأهيل التربوي، وكذلك إجازة في تجويد القرآن وتفسيره، فضلا طبعا عن كثير من الدورات. أصدرت ديوانا شعريا بعنوان أبجديات أنت حائرة، وكذلك رواية بعنوان نطفة سوداء في رحم الأبيض، وأيضا مجموعة قصصية تتحدث بعنوان طوباسيوس يوميات طفلة الانتفاضة، تتحدث عن طفولتي في المرحلة الأساسية وما شاهدته طبعا كطفلة، يعني بعين طفلة، من الاحتلال، ويعني في جو أسري وفي جو الاحتلال وتهديده بنفس الوقت. ما الذي يعنيه الشعر بعموميته، بجوهره الإنساني، قبل مضمونه البلاغي وقبل مضمونه أيضا اللغوي؟ الشعر من وجهة نظر سماح خليفة. الشعر أو القلم بعموما يعني هو حقيقة يجب أن يكون مؤثرا، والتأثير يعني التغيير. إن لم يكن هذا الشعر مؤثر ومغير طبعا، والتغيير لابد أن يكون للأفضل. نعم. شيء طبيعي. إن لم يكن هذا الشعر برأيي له تأثير يعمل على تغيير، فلا فائدة منه، فلا فائدة من القلم على الإطلاق يعني، بغض النظر. وعلى مستوى شخصي حقيقة يعني أنا القلم أو الشعر أو الكتابة بشكل عام يشعرني بأني موجودة على هذه الأرض، بأن لي تأثير، بأن لي بصمة، بأني لست يعني زائدة على هذا المجتمع أو على هذا الوطن تحديدا. يا سلام، أحسنت كثيرا. كما قال أحدهم يوما: لا تكتب إلا إذا كنت واثقا من فكرة أنك بكتابتك ستضيف للحياة سعة على ساعتها. أحسنت كثيرا أستاذة سماح، وقبل
الحديث أكثر عن الشعر وقيمه ومبادئه وما ينبغي على الشعراء. قبل كل هذا نود أن نستمع إلى قصيدة منك، تفضلي، ماذا ستقرأين؟ طبعا أنا انتقيت القصائد التي تعالج قضايا إنسانية، القصائد الهادئة إلى حد ما، تزامنا أو تماهيا مع هذا الحزن وهذا الألم. فقلت: هل قدس الحزن في قلبي وألهه، إلا انعكاسك في عيني والوله. يا ماء عيني، يا ماء عيني التي جفت منابعها، من كحل الهم في عيني وذيله؟ من بدل النور في رؤياي أظلمه، حتى أراني بخيط العتم أغزله؟ إن مات قلبي فمن بالحب كافله، أو صرت نسيا فلا قلب لتخذله. ما عدت أصدق غير الحبس أتبعه، وإن تمنع فنجاني أعلله، حتى ما ألحق آهاتي بأسئلتي، والعمر يرحل لا زاد لأحمله. حتى ما أمضي وطرف الشك يجرحني، برمشه سهم لا وقت لأسأله. أين الدروب لذاك القلب أسلكها؟ هل تهت فيها فلا باب لأدخله؟ أنذرت دمعي عند الوصل أعتقه، ليطفئ النار في صدري ويغسله. إن صرت وحيا بحفظ الله موعدنا، إن كنت حيا فوجه الحرب أقتله. إن كنت حيا فوجه الحرب أقتله، فعلا أجمل ما في الحرب لحظة توقفها. أحسنت أستاذة سماح. أفلاطون قيل إنه طرد الشعراء من مدينته الفاضلة، وحينما سئل عن تسويغ لهذا الفعل قال إنهم غير واقعيين ومنفصلون عن حقيقة ما يحتاجه العامة من البسطاء. السؤال هنا، لو كنت مكان أفلاطون، لو كانت سماح خليفة مكان أفلاطون، ماذا كانت ستفعل؟ وأفلاطون رأى أن لا حاجة للشعراء في مدينته الفاضلة، فالشعر كما قلت الأصل فيه أن يكون مؤثرا ومغيرا نحو الأفضل. نعم. وبما أن مدينته الفاضلة هي بامتياز كما يراها هو، فلا حاجة للشعراء. ولكننا في ظل هذا الوضع وفي ظل هذا الكم الهائل من مآسي الحياة، بغض النظر عن حرب وغير حرب على مدى العصور، نحتاج إلى القلم، نحتاج إلى الشعر، نحتاج إلى الكلمة التي تجعلنا قادرين على الاستمرار في هذه الحياة، حتى نرى لأنفسنا ولوجودنا وللكلمة وللقلم قيمة تبعثنا إلى الأمام وتمنحنا الأمل، بغض النظر ماذا كان عرض الشعر في جميع حالاته، هو دائما يبعث فينا شيء جديد. أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا، هكذا قالوا قديما عن دور المثقف أستاذة سماح بالتغيير. نحن نسمع كثيرا من يقول، من المثقفين في هذا الزمن الذي نعيش، يقول إن المثقف يحتاج إلى من يمد له يد العون حتى يقدم من أجل جمهوره، من أجل وطنه، حتى يكون لبنة صالحة في هذا المجتمع، حتى يبذل ما يستطيع بذله. ما الدور المناط أو المنوط بالمثقفين القيام به من أجل رفعة شأن أوطانهم؟ ولنأخذ فلسطين نموذجا. والله يعني الجميع بحاجة إلى يد تأخذ به، وليس فقط المثقف وليس فقط الشاعر يعني. ونحن لا نستطيع أن نقف في نقطة ما ونقول لا يد تمد لنا. تمام. يعني في النهاية الإنسان عليه يبذل كل ما عليه، ولكن المثقف أنا برأيي، وفي الحقيقة أنا يعني عاتبت على الكثيرين، يعني المثقف بغض النظر عن كان شاعرا أم كاتبا، من يحمل القلم يجب أن يكون مؤثرا، ويجب أن يشعر بقضايا الإنسانية. كيف يحدث ما يحدث سواء في فلسطين أو في السودان أو في سوريا أو في أي قضية كانت، كيف نستطيع أن نكون حياديين ولا نشير إلى هذه القضية؟ يعني الكثير استطاع أن يشير لها، ولكن يعني دعنا نقول بذكاء قليلا
وأن يكون حياديا نوعا ما، ولكن أن تكون أنت مثقفا وأن تكون مؤثرا ولا تشعر بهذا الهم الجمعي. هو ليس هما جمعيا على بالمناسبة، يعني هو هم كل عربي وكل فلسطيني وكل إنسان. فعلى المثقف أن لا ينظر إلى أو لا ينتظر إلى يد تمد له، وإنما هو عليه أن يمد يدا لكي يكون مؤثرا، وأن يصل إلى فكر، الفكر تحديدا إلى فكر وقلب وعقل كل إنسان بغض النظر عن جنسيته وعن رؤيته وعن الأيديولوجيا التي يحملها. ماذا عن القصيدة التالية التي ننتظر سماعها؟ كما قلت لك أنا اخترت قضايا إنسانية وخاصة ما يحدث في غزة. تفضلي. يعني نحن صحيح نقصر كل ما يحدث في غزة، ولكن أحيانا تأتي على الإنسان هذه القضايا الإنسانية الرقيقة. يعني أخذني مشهد مثلا الشهيد عندما قبيل أبو عيدة استشهاده وروحه ما زالت عالقة وهو ينظر. وطبعا الإنسان عندما يموت في البداية هو لا يعرف إن كان ميتا أم حيا، يعني هو ما تزال روحه تطوف. فقل بلا ظل تلاحقني خطايا فتربكني انعكاسات المرايا، وباسم الشك والتأويل ألقي تعاويذ التشكك والخطايا، بلا أثر كطيف في سماء تغافل قلبه سيف المنايا، تجاذبه الحنين لرحم أرض تعبق مترعا دمع الصبايا، تناهى في ربيع الحب طيرا على فنن فصار الغصن نايا. يا سلام. ولما أن تناغم لحن ضوء ولما دن أسكته بكايا، فأجفل نحو صوتي ويكأني صدى وجع تلبسه الضحايا، أمقتول أنا يا بنت قلبي؟ أمقتول أنا يا بنت قلبي؟ أمرئي أنا وسط البرايا؟ يلوح باسما بالورد يرنو لعيني الذبيحة بالهدايا، ويمسح ما تقاطر من دموعي فألثم تربه وأصير مايا، ونسري في رئات الكون لحنا تمركز حول صوفي التكايا، أيا الله حي في ضلوعي أناديك اكتمالا في أنايا، لتكتبنا على لوح الوصايا شهيدي الوفا شهد الحكايا. يا سلام، طاب هذا البوح، طاب هذا الانتماء وهذا الإحساس العالي بهذه القضية وأنت ابنتها، ولا شك بأن صاحب الجرح هو أكثر من يشعر بألمه الوجودي ووجعه المتواصل منذ عقود. أستاذة سماح، إذا ما أردنا أن نتحدث الآن عن قضية الإبداع يعني بشكلها المجرد، وفي المقابل تناحر المبدعين على الأشكال التي تقودهم إلى هذا الإبداع، باعتقادك هل الأولى الانتصار إلى التناحر حول الأشكال أو الانتصار إلى الإبداع بشكل عام ومجرد عن الأشكال؟ والله يعني بالنسبة للكتاب، يعني أنا كتبت قبل ربما أمس، يعني كنت قلت الشعر لا يزال بخير ولكن الشعراء ليسوا بخير. يعني نحن لا نكتب، المبدع لا يكتب وإنما يكتب. يعني القصيدة لا يكتبها المبدع وإنما هي التي تكتبه. يعني على سبيل المثال أنا أكتب أنواع مختلفة من الشعر. إذا بسطت نفسك على الإبداع لن تبدع. يجب أن تشعر به كالماء يتسربل بين يديك. يعني يأتيك الوحي فتكتب، ربما تجلس أسبوع أنت تكتب القصائد، وقد يأتي قد لا وحي، قد لا تستطيع أن تكتب بيتا واحدا. وبالتالي قضية هذه التناحر يجب أن نتركها جانبا قبل أن يصبح المبدع. مبدع عليه أن ينضج بفكره وأن يرتقي بفكره وبثقافته وبرسالته التي يريد أن يقدمها، ثم بعد ذلك كل شيء يأتي يعني وفق أهدافه هو الغير أو غير المعلنة.
أستاذة سماح، القضايا الكبرى على قدر قربها منا هل نتأثر بها فنستجيب لها ونكتب استشعارا لفكرة الخجل، أم من باب الانتماء، أو ربما من كلتيهما معا؟ قضية غزة مثلا، والله يعني هناك هذا وذاك، يعني الأصل أن تؤثر، وإن كنت تنتمي لقضيتك انتماء حقيقيا. يعني على سبيل المثال، أنت خارج وطنك ولكنك فلسطيني بامتياز، فلسطيني بكلمتك بشعرك بشعورك منذ بداية الأزمة. يعني أنا أتابعك منذ بداية الأزمة. هذا البرنامج أيضا فيه تحدث لثبات في الوقوف مع القضية. يعني أنت لم تترك وطنك وأصبحت مغتربا ونسيت الهم الوطني على سبيل المثال، فأنت ما زلت فلسطينيا، وننسى أصلا أنك خارج الوطن، لولا أن نتذكر أو يذكرنا شيء أنك خارج الوطن، ولكنك منذ بداية الأزمة وأنت في فلسطين وأنت في غزة، وأنت تشعر وتتابع وتحرق أكثر ربما من بعض الكتاب ومن بعض الفلسطينيين في داخل فلسطين. هذا أكبر مثال، يعني هذا مثال حي. وبالتالي الانتماء لا يشترى، الانتماء لا يدعى، الانتماء للقضية هذه تأتي يتنفسها الإنسان. هذا تعود طبعا لتربيته ولسيرته ولبيئته التي نشأ عليها. فكل هذه الأمور هي تأتي ولا يؤتى بها. كل هذه الأمور تأتي ولا يؤتى بها. أحسنت كثيرا أستاذة سماح. استراحة قصيرة أكيد، بعدها نواصل وسنعود إليك لنستمع إلى القصيدة الجديدة، لكن قبل هذا مشاهدينا الكرام دعونا نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد من فلسطين، تحديدا من الضفة الغربية من جنين الصابرة، جنين الثائرة. معنا من هناك الأستاذة سماح خليفة. مرحبا بك أستاذة سماح. هذه الفقرة تتراوح ما بين الآمال والآلام، سنبدأ بالآمال المتمنات منك وأنت كاتبة فلسطينية. كلما طرق باب وجدانك نص ما أو فكرة ما، ما الأمل الذي يحفزك على كتابة النص؟ هناك أمل أحيانا يستدرج الشاعر، ما الأمل التي تستدرجك أنت على وجه التحديد؟ والله أن تكون مؤثرا. أنا يعني مهتمة كثيرا بالقضايا، يعني فضلا عن قضية الوطن تشدني كثيرا قضية الوطن وقضية المرأة بالتحديد. ولكن أنا مهتمة بالقضايا النسقية المتواترة منذ يعني آلاف السنين، وبالتالي شيء طبيعي أن أسعى كنت لك إلى التأثير وإلى التغيير. يهمني كثيرا أن أغير في هذا في التفكير، يهمني كثيرا أن ينضج الفكر، وخاصة عند المرأة. وبمناسبة هذا التغيير، يعني أنا عندما رأيت نساء غزة في الحقيقة ذهلت كثيرا، يعني حجم الصبر وحجم المأساة التي تعرضنا لها، ولكنهن يقفن شامخات. يا سلام. وهذا استحضرني أن بعد كيف جلست في مقارنة بين نساء غزة وبين نساء عربيات أيضا، ولكنهن لا يشعرن بالقضية ذاتها. هذه ليست قضية نساء غزة فقط، وليست قضية فلسطينية، هي قضية عربية، بل هي قضية إنسانية على وجه التحديد أو عامة. لذلك قلت: أفيقي يا نساء الشام، إنا حرائر ما خلقنا للخضوع، لئن عصفت بنا ريح المنايا خلعنا الخوف من بين الضلوع. يا سلام. وأنبتنا بذور الصبر نخلا لتعلو قامة لا للركوع. فمن عمان لفلسطين شعب بهامات تضيء كما الشموع، ومن بغداد بالعلياء نجم يشع مدادنا عند السطوع. وإن يممتم نحو الجنوب بصنعاء الرجال كبى الدروع، نهيب بهم إذا كبت الخيول، وإن رقت مآذن بالدموع، نعيد
نعيد بطولة التكوين فينا ونطرق قلبنا لغد سموع بغزة عنون التاريخ جيلا أمات الموت لم يكسر لجوعي. يا سلام، لفظ فوك أستاذة سماح. قيل قديما ربما كان الحزن لاجئا ويبحث عن وطن، فقرر أن يستوطن فلسطين وابتلاها بحزنه، وبعد فترة من الزمن أنجب عددا من أبنائه الحزانة أيضا مثله ووزعهم على عدد من الدول العربية. السؤال هنا أستاذة سماح، هل سبق مثلا واختلجت في نفسك فكرة تقول لماذا نحن على وجه التحديد، لماذا نحن الشعب الذي يتعرض لهذا الاحتلال الذي يعيش هذه الأوضاع الصعبة؟ هل حصل مثلا وفكرت بهذه الطريقة من قبل؟ والله أكذب لو قلت لك لا، يعني وأعتقد أن كل شخص فكر هذا التفكير. يعني نحن نعلم أن بلادنا بلاد مقدسة، نعم، ونعلم أننا في اختبار كبير، ولكن الإنسان يبقى إنسان في النهاية، وتسيطر عليه المشاعر الإنسانية، حتما، ويأسره في لحظة من اللحظات، يأسره الإحساس بالألم، بالفقد، بالحزن، بكل ذلك. وبالتالي لا بد على كل إنسان أن تأتي لحظة عليه ويقول لماذا نحن، ولكنه مباشرة يسترجع لماذا نحن، لأننا أهل لهذه نعم. القضية، وبالتالي اخترنا لها. كان هذا السؤال من وجبة الآلام. الآن عودة إلى الآمال أستاذة سماح، عن الواجب الذي ينبغي على شعراء فلسطين على وجه التحديد ومثقفيها أن يتحلوا به ويتشبثوا به ويتمسكوا. واجب كل فلسطيني، كل شاعر، كل كاتب. يعني أنا أحياناً أدخل صدقاً، أحياناً أنا لا أتابع الفيس كثيراً ولا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن أحياناً أدخل لكي أرى من هو في قلب الحدث، من هو في قلب الحدث من الشعراء والكتاب، ومن هو خارج هذا الحدث. وللأسف يعني هناك بعض المبدعين هم خارج الحدث، ولكن عليك أنت كمثقف، عليك أنت كشاعر، ككاتب، كصاحب قلم، عليك أن تشعر، أن تكون في قلب الحدث يومياً، وأن تتحدث عن هذه القضية بغض النظر عن اللون أو بغض النظر عن الفن الذي تستخدمه، ولكن عليك أن تكون حاضراً. أنت كفلسطيني تقول، ربما يعني البعض يخاف أن يتخذ موقف ويقول نحن في بلادنا يعني مقموعون وإلى آخره. نعم، ولكن ليس أن تبتعد كثيراً وتكون خارج هذا، خارج الإطار، خارج الوطنية، خارج الانتماء. بالنهاية أنت إنسان، اعتبرها قضية إنسانية، وعلى الكل أن يثبت وجوده بقلمه، بحرفه، بقصيدته، بنصه، بأي كان، ولكن عليك أن تضيف، ولا تكن على نعم. الهامش، أن تضيف إلى هذا أو إلى هذه القضية. تفضل. أستاذة سماح، الآن إلى الألم الخاص بك أيضا ككاتبة وشاعرة. أحيانا يجد كل شاعر أن هناك بعض الأفكار لا يمكن له أن يتجاوزها، ويجد أنه في اللاوعي يطرحها ربما بأغلب قصائده، أفكار تسيطر عليه حتى تصبح تمثله ويصبح يمثلها. بعض الأفكار أو القضايا أو الملامح أو الموضوعات التي تجدين أنها لا تزال تسيطر على فكر وإبداع وأسلوب الكاتبة والشاعرة سماح خليفة بكل صراحة، غير موضوع والله المرأة طبعا. أنا حقيقة لا يعتقني الحزن أبدا، نعم، يعني لا أستطيع. يعني أنا طفولتي كانت في انتفاضة الحجارة، يعني أنا بعمر ال10 سنوات أمضيت طفولتي وأنا أمام القناص وهو يا أمام الله، النافذة. يعني كان يمنع علينا في طباط، كان يمنع علينا أن نغلق النافذة، كنا نأكل وأمي تبدل لنا ملابسنا ونشرب ونعيش وهو يسلط القناص علينا. كان يأكل أمام الأطفال ويتلفظ بألفاظ كريهة. يعني تخيل أنت حجم القهر، حجم القهر الذي تشعر به. صدقني أنا يعني في طباط، طبعا هي قلعة الشقيق في بيروت، انتقلت إلى كل مدينة في فلسطين. أنا عندما كنت وأنا طفلة أسمع بقلعة الشقيق، يعني في طوباس، طبعا حارتنا كانت تسمى قلعة الشقيق وجبل النار، كنت أنتشي. تخيل يعني أنا كنت في المدرسة وأنتظر اللحظة التي أخرج منها لكي أرى تظاهرة، لكي أرى تظاهرة ونرى الحجارة هكذا تخرج. لا، مشهد الأمهات
والجدات يا وهم يحنين الله. الحجارة في أثوابهن اللاهبة، كتبت عنها طبعا في ديواني، كن يحملن الحجارة فعلا في أثوابهن وينقلنها للمناضلين. كنت أهرب من بيتنا وأنا طفلة صغيرة فقط لكي أشاهد هذا المشهد، كان مشهد فهذا مشهد أن تكون تحت هذه القذارة، يعني هذا الاحتلال الإحلالي الذي يجبرك أن نعم. تصمت وهو يرفع القناص. ولذلك أنا اضطررت طبعا أن أكتب طفولتي في طوباس يدي، في يوميات طفلة الانتفاضة. يا الحقيقة سلام. قضية، وهذا الحزن طبعا ينسحب، هذا الحزن في الهم الوطني، يعني كيف بتقول لي بعيدا عن المرأة وأنا لا أستطيع أن أخرج من عباءة المرأة الحزينة؟ لماذا؟ يعني أمي أنا أذكرها في طفولتي عندما صنعت كأس من الحليب لتشربه لأخي، نادى عليه أخي الآخر حتى يشرب كأس الحليب. تخيل، من كأس الحليب المجنجرات هاجمتنا ودخلت بيتنا واعتقلت أخي وعذبته، فأمي عاشت الحزن من جراء ماذا؟ من كأس حليب. فهذا العدو اللا إنسان هو زرع الحزن يا فينا، نحن الله. نشرب الحزن في الحقيقة. يعني هذا اللون، تخيل أن هذا اللون أنا لبسته، هذا اللون ليس من فراغ، أنا أتحدى هذا الحزن وأتحدى ما يحدث في الوطن بكل شيء، بالكلمة، باللون، باللباس. لا، نحن نحارب الحزن في جميع أشكاله، نحن صامدون على أرضنا، نحن يا نخلق سلام. الفرح، نخلق الجو، نخلق كل شيء، ونحن لا نموت، نحن لا نحن فكرة، نحن لا نموت مهما تكالب علينا الحزن وتكالب علينا هذا الظلم. وصاحب الأرض جذوره ممتدة في عمق هذه التربة، لذلك هو يترعرع فيها ويبقى، ولا يمكن له أن يجتث أو يستأصل أو يموت. أحسنت كثيرا. مثل هذه المشاهد التي طرحتها أستاذة سماح هي مشاهد متراكمة من مشهد الانتصار الكبير المنتظر لفلسطين، التي ستبقى وقفا على أبنائها وممنوعة عن كل دخيل وإن اغتصبها عنوى. أحسنت كثيرا. نريد الآن قصيدة جديدة لو تكرمت، تفضلي. سأقول قصيدة على القدس ولكنها بعين ربما مختلفة قليلا. هذه القصيدة كتبتها عندما رأيت المقدسيات وهن يتعرضن للتعذيب ويتعرضن يا الله. للمضايقة بمجرد أنهن مررن من السور فقط يردن الصلاة. يعني أنا هذه القضايا الإنسانية تشدني أكثر بكثير من أسطرة القضايا، يعني هذه القضايا ليست فقط إنسانية ووطنية، هي أيضا فيها قضايا نسقية. وبالمناسبة القضايا التي أحاربها أنا في كثير، يعني يظنون تحديدا التركيز على أقول هناك قضايا نسقية علينا أن نحاربها، هي ليست في مجتمعنا فقط بالمناسبة، هي عند الغرب وبالتالي يجب أن تحارب. المهم، صورة المرأة يجب أن تكون حاضرة في جميع الميادين. القدس، ماذا ترى في القدس من عجب؟ نبض المحب لها بالدمع مأهول. في القدس أنثى أمام السور متعبة، تمشي إلى الله عل الحبل موصول. فالمتعبون بها أرخوا عمائمهم، للكاظم الذنب لا باع ولا طول. أنثى من الوجد ما لو مسها ملك، لظن أن احمرار الوجه إكليل. تسائل الدهر عن أقدار عاشقة، ما زال في كفها الحناء مجبول. تعد يوما فيوما ليته خبر، يجفف الدمع في الأحداق منقول. أنثى التراتيل وحي الله آيتها، في محكم الذكر لا قال ولا قيل. تعبئ الضوء في أجرارها فجرا، كأنها الشمس في الكفين قنديل. أنثى تدوزن صوت الله في شغف، واللحن يصدح في الأصداء معسول. الله أكبر، فلتشهد جوارحكم، هذا الهيام لوجه الله مبذول. فأعذب الحب في محراب ناسكة، ما مسها الليل شال الطهر مغزول. ما همها أبدا مستوطن شرس، يغلق الباب نحو الله مخذول. من أي باب ترى آتيك يا قدسي؟ من أي باب ترى
آتيك يا قدسي وأي درب إلى عينيك موصول، من كل باب أراني شدني شغفي أدنو بكل لا تفسير مقبول. طرقت عشرا طرقت عشرا بعشر ما كللت يدا، لكن ظهري بالطعنات مأهول. من باب حطة أرنو طيف من عبروا، خطوي على الجمر لم يرهبه مسؤول. ما بين عيني وعين القدس مقصلة أدنو فتدنو وقاب اثنين مقتول. يا الله. لم يرهب الموت طير الحب في لغتي، لكن حرفي بدمع الفقد مغسول. حتما سأمضي وتبقى القدس أغنيتي، والصوت يسمع قرآن وإنجيل. يا سلام. فالشيخ يصدح في أبواق مئذنة، والدير ينشد صوتا فيه تبتيل. في القدس رائحة بالخير ماثلة، كأن طعما من الجنات متبول. خبز وكعك وفي الأسواق أروقة تحوي جمالا عن الأحباب معزول. فيها الأصالة والتاريخ يشهدها، ولا يحيط بها شرح وتفصيل. في القدس منحرف يدمي مرابطة لم يثنها صلف عنف وتهويل. في القدس أسراب أطيار محلقة فوق القباب لها للشعب تمثيل. في القدس رائحة الكنعان ما فتئت تبني الأصالة، فالتاريخ منقول. في القدس للسلب أطياف وأشرعة، والحرب إن عصفت سيف الله مسلول. دام هذا السيف الحر مسلطا على رقاب كل الظالمين الذين يسعون للأسف بطغيانهم وجبروتهم إلى استئصال صاحب الحق، لكن صاحب الحق باق في أرضه ولن يلقي سيفه. أحسنت كثيرا أستاذة سماح، سنعطيك قسطا من الراحة قليلا وبعد ذلك نعود. إذن مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بكم، وصلنا إلى الفقرة الختامية من حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد، ومعنا عبر سكايب من فلسطين تحديدا من جنين الشاعرة الفلسطينية الأستاذة سماح خليفة. حيا الله أستاذة سماح. هناك من يتجنون على الشعر الفلسطيني ويقولون إن القصيدة الفلسطينية وريت الثرى بعد رحيل محمود درويش، ماذا تقولين؟ هذا الكلام يعني لا حقيقة، أنا لا أحب مثل هذه يعني السجالات في فلسطين مدعين، ولست منهم، وفي سوريا مدعين، وفي الأردن مدعين. بالعكس، أنت مبدعة، كفاك تواضعا. فالإبداع لا حد له. نعم. ولا ينقطع برحيل شخص أو آخر. يعني أنا من الأشخاص الذين لا أحب أن أرتبط بأسماء وأصنام، لا أؤلف يعني أي شاعر أو كاتب. الإبداع مستمر ولا يستطيع إلا أن يستمر، وخاصة في فلسطين حيث الوجع والحزن والألم. أحسنت كثيرا. إذن القصيدة الفلسطينية باقية ليس فقط لأن الفلسطيني مجبول على الألم ولأن بيئته تفرض عليه لغة معينة،
ولكن لأن الإبداع هو حالة متواصلة لا يمكن لها أن تتوقف أو أن تنحبس على شخص ما وتمنع عن الآخرين. عن مدى حاجتنا أستاذة سماح، وأنت يعني من المشتغلين بالنقد ولك الكثير من المقالات، أريد أن يعني أفتح باب هم حقيقي يعيشه كثير من الشعراء، عن مدى الحاجة فعلا إلى نقد منهجي يتجاوز النقد اللحظي أو الانطباعي أو النقد الترويجي بين قوسين. النقد المنهجي لماذا نجده محدودا إذا ما قرنا بالنقد الانطباعي؟ والله بصراحة النقد ليس بخير، يعني هناك نقد أكاديمي، نعم، وهناك نقد إبداعي، وهناك نقد يجمع بين الحالتين، يعني أكاديميا وإبداعيا. طبعا معظم ما ينتشر هو قراءات، هذه القراءات طبعا هي قراءة لا أؤمن بها، يعني الشخص يقرأ ويشرحون، هذا شرح، يعني القراءة التي يقدمها المعظم هي شرح للقصيدة، يعني يضع القصيدة ويشرح، يعني هذا أسلوب الشرح، وبالتالي هذا ليس نقدا. وإما أن يكون هناك، يعني أنا أحيانا أكتب نقدا أكاديميا، يعني هذا ما درسته في الجامعة، أكتب نقدا أكاديميا، ولكن على هذا النقد، يعني أنا أصدرت 6 كتب نقدية ما شاء الله، ولكن أتحدى أني تناولت مواضيع لم يطرق لها، وأتحدى كل من يقرأ كتبي النقدية أن يجدها مستنسخة، يعني بصمتي ورأيي النقدي يجب أن يظهر في الكتاب النقدي الذي أكتبه. يعني أنا كتبت بالمناسبة، يعني أنا تناولت صفقة القرن، كتبت عن صفقة القرن، وأتحدى أن الكتاب الذي والبحث أيضا، بحث نشر كذلك في مجلة، أتحدى البحث والكتاب أن يكون مستنسخا أو صدرت آراء شبيهة به. وأيضا تطرقت إلى قضية الهوية والأنا والآخر وكل ذلك، هذه القضايا طرقت، ولكن على الناقد أن يكون منمازا نوعا ما بما يقدم. النقد المنهجي أو النقد الأكاديمي في أغلبه هو مستنسخ، هو مستنسخ، يعني النقد الأكاديمي، إذا أنا حضرت أي قصيدة، قصيدة لمطر، قصيدة لفلان وفلان وفلان، أكاديميا أستطيع أن أكتب فيها النقد ويكون منمازا، ولكن أنا برأيي يعني وينشر بالمناسبة وإلى آخره، ولكن إذا أنا من قرأ هذا النقد ولم يعرف أن سماح هي التي كتبت هذا النقد، أن هذه رؤية سماح، إذا ليس له فائدة يعني. هناك كثير من الكتب النقدية، فيجب أن تكون بصمة الناقد، يجب أن تكون له بصمة مميزة منمازة عن ما يكتب، وبالتالي لا ننجرف كلنا للنقد الأكاديمي. طبعا القراءات هذه قراءات لا أقول عنها نقد، ولكن لا ننجرف كلنا للنقد الأكاديمي، النقد المستنسخ، نعم. هذا النقد المستنسخ، يعني هناك كتب لا نعرف أين نذهب بها، ولكن على الناقد أن يكون عنده مصداقية ورؤية ثاقبة في النص الذي يسناه، هو ليس فقط مجرد دراسة أكاديمية ويضعها على الرف وينشرها هنا وهناك. طيب، بعيدا عن الناقدة، قريبا من الشاعرة مرة أخرى، أستاذة سماح، باعتقادك ما هي أبرز القيم التي ينبغي ألا تندثر وألا تنقرض من القصيدة العربية، وينبغي على أغلبية الشعراء أن يبقوا هذه القيم نصب أعينهم، مثل ماذا باعتقادك؟ الصدق، يعني لا أقول أن طبعا لا يفهم على أن الصدق هو عكس السفر في أخيرتنا، لا، هذا مختلف تماما، ولكن الصدق في طرح القضايا. نعم، الصدق في طرح القضايا. نحن لا نريد قصائد فقط للزينة، يعني فقط للزينة، نعم، اكتب قصيدة وحلق بأخيلتك وأبدع في ازدياحاتك، ولكن عليك أن تتناول القضايا بمصداقية وليس مجاراة وتماشيا مع الموقف الفلاني أو المناسبة الفلانية، يجب أن يكون هناك صدق أولا وأخيرا وانتماء للقضية التي يكتب عنها. عودة هذا بالمناسبة، هذا دور المثقف يعني، نعم، بشكل عام. نريد أن تعودي بنا إلى الشعر من جديد مرة أخرى، تفضلي. غزة،
غزة باقية ولن تموت. بإذن الله. نوره تجلى في انحسار الشمس فوق جبينها، لا لم تمت، غراء غزة لم تمت، وبوجهها المرسوم من تعب النهار تصوغ معنى للحياة بقلبها، والحب يتبع ظلها يهمي على أجفانها، فتصير أحلاما تراود طيفنا في صحوها. إن هنا من بدل الألحان في صفة السماء بعزفها حتى تكسر لونها وتخضبت بأكفنا حمراء تسكن جرحنا، واستاقطت صورا على أعتابنا ما همها طفل بوسم براءة المعنى يسائل نفسه: أين الذين لقلب أمي دربهم؟ بل أين أمي وابتسامة وجهها؟ قمر يسبح للإله ضياؤه ما خطبه؟ وأبي على الدرب الطويل، أبي بدمع جبينه روى سنابل قمحنا، ما ظنه تأتي الكلاب بساحنا وتعيت في أرجائنا، وبنابها المسموم تكشف خبثها. يا جرحنا بكت السماء ديارنا، أشلاءنا، صرخاتنا، أطفالنا، كانت هنا حيواتنا، أحلامنا، ضحكاتنا، دبكاتنا، ألعابنا تمضي على ألحاننا، كانت هنا. الآن آخر لوحة تبكي على أطلالنا وتعيد حتى حكاية أبطالها كانوا هنا، ظلوا هنا، شهداؤنا أحياء ما ماتوا وما رحلوا، نسائم بيننا. سنعيد تاريخا مضى، سنكسر القيد اللئيم على معاصم حلمنا، بمواقد الذكرى سنشعل دربنا، ونطل نحو الزعتر المروي من دمنا، نذوق حلاوة الحرية الخضراء في أجسادنا، ونعب من رئة البلاد شهيقنا، في صحوة الميلاد نكتب عمرنا، ونخط أسماء الذين قضوا على هاماتنا أعلامنا. لا نستعير هوية الجلاد، نبغي سلمنا في نبضنا، تبقى القضية شمسنا، باب يضيء على حروف قصيدنا، تحيا فلسطين الأبية همنا، هي ها هنا. هي ها هنا، وحتما ستبقى في قلوب كل الشرفاء، كل المخلصين، كل الصادقين بانتمائهم لدينهم وعروبتهم وإنسانيتهم، وهكذا أنتم ولا شك. أستاذة سماح، من أجل سماح رسالتك لها، من أجل أمانة القصيدة، ماذا تقولي؟ من أجل القصيدة أم من أجل الوطن؟ رسالتك إليك أو إلى الشاعرة منك، من أجل أمانة الكلمة بشكل عام. أيضا القصيدة يجب أن لا تحمي هامتها وأن تظل قامة مرفوعة. الله أكبر. وستظل كذلك بانتمائها للقضايا التي تعرضها وتقدمها. القصيدة لها شرف كالإنسان، شرف القصيدة أن تبقى منتمية لقضيتها، ألا تحمي رأسها وتغير فكرها لعابر ما من أجل هدف غير سامي. إذا ما أردنا أن نرسل رسالة إلى الوطن الذي تنتمين إليه، رسالة تبقى مسجلة على سماح، رسالة تبقى خالدة وكلمة لفلسطين والفلسطينيين من قلب فلسطينية موجوعة لكنها تنتظر معانقة شمس الحرية. لا نستطيع أن ننحني، نحن الفلسطينيون لا نستطيع أن ننحني، ولا نستطيع أن نسبح بأن نكسر. نحن صحيح نعلو بإنسانيتنا وبقضيتنا، ولكن يجب أن نظل رؤوسنا مرفوعة، تظل رؤوسنا مرفوعة. لماذا؟ سنتي. الحزن، الحزن، الألم، يعني أنا أتحدث عن غزة، الحزن، الألم يجعنا، الفقد أوجعني كثيرا. أقول لك بالمناسبة، يعني الزميلة آلاء قطاوي عندما أصدرت أول نص بعد استشهاد أبنائها ظننت أنه من فترة طويلة، ولكن عندما نظرت إلى تاريخه
صعقت حقيقة، قلت هذه فعلا هي مرأة فلسطينية، هذه فعلا هي مرأة غزية، هي وغيرها من نساء غزة اللواتي ما زلنا يتحركن شامخات رغم الفقد ورغم الألم. لا نستطيع في هذه اللحظات أن نطعن بعضنا، يعني صراحة البعض ينتمي للحالة الإنسانية أكثر والبعض ينتمي للقضية الوطنية أكثر. لا نستطيع أن نلوم هؤلاء ولا نستطيع أن نلوم هؤلاء، ولكن علينا أن ننظر من منظورهم من قضيته في المقدمة ويضحي بالروح وبالجسد وبكل شيء رخيص علينا أن نحترمه، وأيضا من يطالب بإنسانيته وبحياته علينا أن نحترمه. بالنهاية بالنهاية صمودنا وجهادنا في غزة وفي فلسطين كانت هو من أجل ماذا؟ من أجل الحياة الكريمة، لا نريد أن نكون على الهامش. وبالمناسبة أيضا أنا تذكرت يعني مقولة في رواية التي المخطوطة التي لم تطبع، قلت نحن الفلسطينيات لا نستطيع أن نعيش أنصاف حياة، إما أن نموت بالمطلق أو أن نعيش بالمطلق. يا سلام. وهذا يعني إذا أردنا أن نحيا أن نحيا حياة عزيزة كريمة، وأن نرد أن نموت نبذل كل ما نستطيع ونبقى نؤمن بقضيتنا منتمين لها، لا يؤثر فينا أي عابر يحاول أن ينال منا أو أن ينال من صمودنا، لأننا شعب على قلب وطن واحد دائما وأبدا سنبقى. وهذا ما يليق بكن أستاذة سماح، ويليق بكل حرائر وطننا العربي الكبير، ويليق بكل امرأة حرة في هذا العالم تسعى فعلا لا قولا فحسب للانتصار للإنسانية والعدالة في كل مكان. سعدنا بتشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، وصلنا إلى الختام، ماذا تريدين أن تقولي؟ علينا أن ندافع ونقاوم بأقلامنا وبكافة الفنون وبكافة الأشكال بما نستطيع، ولكن المهم أن لا ننسى قضيتنا بإذن الله. تكون شكرا بإذن. شكرا جزيلا لك يا مصطفى أيها الفلسطيني. العفو. الوطن المناضل بطرقك التي أحترمها كثيرا ولم تنسى قضيتك وانتمائك. أشكرك وأنت كذلك. يعني اسمحي لي أن أخرج عن دورك مقدم لهذه الحلقة وأقول وأنت كذلك والله، وهذا رأيي فيك، أنك امرأة فلسطينية مبدعة منتمية للقضية، لا تنفكين عنها ولا تنفصلين عنها بغض النظر عن كل ما يمكن أن يحصل من مصاعب، إلا أنك ثابتة على طريق فلسطين وتعتبرينها البوصلة، وحتما سنصل إلى وطن حر يليق بنا ونليق به. شكرا لك شاعرتنا الأستاذة الفلسطينية سماح خليفة، وإلى اللقاء في يعني حلقات أخرى بإذن الله. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، دائما وأبدا ظلوا في أمان الله، إلى اللقاء.